تنفيذ اجراءات الجمعيه الامويه الغير عاديه لاقرار لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، وقد صار اليوم كافضل ما يكون من حيث التنظيم والانضباط والروح من السادة المسؤولين وموظفي الشباب والرياضة، والسادة موظفي النادي، والسادة أعضاء الجمعية العمومية. الذين شرفنا بوجودهم، والشكر موصول، وأصبح عدد الأصوات الصحيحة 15909. وقد صوت سنة إقرار اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 10921 صوت بنسبة 87%. في حين صوت ضد اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 2078 صوت بنسبة 13%. وعليه فإن الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أقام